المقابله ديال اليوم كانت مقابله صعبه، ففريق وزيزات ركن الدفاع يعني خدم البلوك ديفونسيف بزاف، حاولنا ما امكن اننا نخدموا على الجناب، ندخلوا من الجناب، حاولنا درنا محاولات في الشوط الاول ما يقارب يعني 6 المحاولات صالحه للتسجيل، ولكن ما تسمحناش اننا نسجلوا في الشوط الاول. في الشوط الثاني درنا بعض التغييرات في الدقائق الاخيره، يعني 5 دقائق الاخيره الحمد لله، هذا ما تاثر لنا باش اننا نسجلوا هدفين عن طريق يعني السعدي وكذلك سومبول. وبالنسبه لهاد 3 نقط تعطينا واحد الدعم معنوي، يعني ماشي الدعم هو 100%، ولكن نحاولوا ما امكن الاسبوع المقبل غادي يكون ان شاء الله غادي تكون لحظه حاسمه، ويقدر نكون نقول لحظه تاريخيه في هذه السنه ان شاء الله، اذا تمكنا من ان ننتصروا على وزم فان شاء الله غادي نمشيو في لاكورس ديال 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 حلم الصعود لجميع الفعاليات ديال المدينه كتحلم بهذا الصعود. ولكن هذه المقابله ندعو للجماهير باش انه يحج بكثافه، لان وزم تتلعب على هذه النقطه ديال الجمهور، يعني 3000 حتى 4000 متفرج يعني تيجيو للملعب ديال وزم، هذا اللي تعطيهم الانتصارات داخل الميدان. ولكن نكونوا على يقين بان اللاعبين يعني على عاتقهم هذه المسؤوليه بانهم يجيبوا 3 نقاط، لان غادي نلعبوا في التيران ديال العش الاصطناعي، كما كنعرف اللاعبين ديالنا تيحطوا الكره الارض وتيديروا يعني لي زوتوماتيزمات اللي هما في المستوى، وان شاء الله غادي تكون مقابله قويه، وادعو الجماهير باش انه يحضر بكثافه باش انه يشجع الفريق ديال تيزنيت. ونتمناو خير ان شاء الله، الا تمكنا من الانتصار غادي نبقاو في الكورس، الا ما تمكناش ولا جبنا التعادل ف غادي تبعطل الاوراق ديالنا، ولكن باقي ما محسومش في القضيه ديال الصعود. وشكرا مره اخرى نقولها، شكرا للجماهير، واخا انهم تيعذبونا دائما، ولكن هذا الشيء اللي في جهدنا، والكمال على الله، وشكرا تحيه رياضيه. اولا هنيئا لفريق امل تيزنيت بهذه النتيجه ديال الفوز، وحظ سعيد لفريق نادي بلدية ورزازات فيما تبقى من دورات القسم الوطني الاول هوات. اللاعبين داروا داكشي اللي عليهم رغم المسافه اللي كانت بين تيزنيت ورزازات، ما كانش شي مشكل زعما نقول بان اللاعبين تاثروا بالارضيه ديال الملعب ولا سميتو، ولكن الحمد لله راه اللاعبين قاموا داكشي اللي عليهم، والمقابله دارت في جو جميل، كون هناك تمريرات هناك محاولات اللي قاموا بها اللاعبين ما تمكنوش من تسجيل الاهداف، وفريق عمل تيزنيت استغل العامل ديال الجمهور والعامل ديال ارضيه الملعب وتمكنوا من تسجيل الاهداف اللي فازوا بها الان، وهنيئا لهم، ونتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله في المستقبل. كما كنشكركم في المنبر الرياضي ديال تيزنيت باش نوصل الميساج ديال مدينه ورزات ديال الملعب، اللي صراحه حنا راه كان متاثرين بزاف هذا الملعب، لان المدينه الوحيده اللي ما فيهاش الملعب في المواصفات باش نلعبوا الكره هي ورزات، اللي صراحه كتاسف لان من الممكن باش حنا ورزات تكون عندنا ملعب في 1990، ولكن حنا الشيء اللي فات راه فات، ما يمكنش زعما نجبدوا ولا مثلا نهضروا عليه، حنا نكونوا ولاد اليوم، شنا هو الحل باش مدينه ورزات يكونوا عندها ملاعب ديال القرب، ويكون عندها ملاعب ديال الصناعيه. علاش حنا مثلا كتشوف مثلا الضربه مثلا مع حسب جميع المدن المغربيه، حنا تحت رايه واحده تحت سياده ديال سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول، حنا في ورزات ما كان عندنا لا ملعب، وعندنا العماله مجلس اقليمي للجهه، ونتمنى باش الشبيبه ورياضه الوزاره باش تسرع باش تفك المشكل اللي الان في الملعب ديال ورزازات وباقي الملاعب ديال تيزنيت كذلك وديال هلال الرصد، ونتمناو باش ان شاء الله في الموسم الرياضي 2016-2017 باش مدينه ورزازات تكون عندها ملعب اللي هو في المستوى، لان مدينه ورزازات مدينه كبيره، والان فريق واحد اللي كيمثل الجهه ديال ضلعه الفيلاد، نتمناو باش المسؤولين ديال الجهه وكذلك ديال العماله باش يعطيو العنايه هذا الفريق، لان مدينه ورزازات كتحتاج الفريق يكون عندها في القسم الوطني الثاني من المجموعه الوطنيه.